بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلاما على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد ابن عبد الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم أبنائي الطلاب، طلاب مدارس العبير الأهلية، الصف السادس الابتدائي في مادة الدراسات الإسلامية. وننتقل الآن إلى قسم الفقه والسلوك، وهنبدأ إن شاء الله بشرح مبسط للدرس الأول والوحدة الأولى، وطبعا الوحدة الأولى بعنوان صلاة الجمعة. والدرس الأول فيها يتحدث عن حكم صلاة الجمعة وصفتها. حكم صلاة الجمعة وصفتها. أولا، فضل صلاة الجمعة: يجتمع المسلمون 5 مرات في اليوم والليلة لأداء الصلاة، ويجتمعون 1 مرة في الأسبوع لأداء صلاة الجمعة، ويجتمعون 2 مرات في العام لأداء صلاة العيد. يبقى هنا علمنا يا أبناء الطلاب أن المسلمين يجتمعون 5 مرات حتى يؤدوا الصلاة، ويجتمعون 1 مرة في الأسبوع اللي هي لأداء صلاة الجمعة، ونجتمع 2 مرات في العام لأداء صلاة العيد. وقد خص الله عز وجل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة، وهو أفضل أيام الأسبوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا من هذا الحديث الذي رواه لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه نعلم جيدا فضل يوم الجمعة، وأنه هو خير يوم طلعت عليه الشمس. حكم صلاة الجمعة: هي صلاة واجبة، يبقى تجب صلاة الجمعة على كل مسلم، وهذا الشرط فيه أنه يكون مسلم بالغ عاقل ذكر ومستوطن. مستوطن يعني غير مسافر، مقيم يعني، وهو الذي اتخذ المكان موطنا له ومقرا لإقامته. والدليل على هذا الأمر من قول الله سبحانه وتعالى أو على وجوب صلاة الجمعة، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، ننتقل هنا إلى هذا النشاط، أو ننتقل هنا إلى هذا النشاط. النشاط رقم 1 يقول: أذكر 4 مما لا تجب عليهم صلاة الجمعة. هؤلاء الأربعة هو أولا المرأة، ثانيا العبد، ثالثا الصبي، رابعا المسافر. لأن تجب صلاة الجمعة على الرجل، وتجب على الحر، وتجب على البالغ، وتجب على المقيم، وبالتالي هي لا تجب على هذه الأربعة اللي هي المرأة عكس الرجل، والحر أو العبد عكس الحر، والصبي عكس البالغ، والمقيم عكس المسافر. هنا طبعا يقول: وضح الأسباب التي جعلت بعض الناس يتهاون في الحضور لصلاة الجماعة، منها السهر ومنها الصحبة السيئة. والحل للسهر أن تنام مبكرا، والحل للصحبة السيئة هو اختيار الصحبة الصالحة. ننتقل الآن إلى شروط صحة صلاة الجمعة. يقول: يشترط لصحة صلاة الجمعة 4 شروط، هي أولا دخول وقت الصلاة. فلا يعقل مثلا أن واحد يصلي صلاة الجمعة قبل أن يأتي وقتها. طب ما هو وقت صلاة الجمعة؟ هو وقت صلاة الظهر، وهو يكون من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ثانيا، حضور جماعة، وأقل الجماعة للجمعة 3، أقل عدد لحضور صلاة الجمعة هو 3، الإمام واثنان معه. ثالثا، الاستيطان، ومعنى الاستيطان هو الإقامة الدائمة. رابعا، أن يسبقها خطبتان. طيب، أيضا ننتقل إلى صفة صلاة الجمعة. ننتقل إلى هذا الجزء الذي يتحدث عن صفة صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة طبعا يا أبنائي كما نعلم هي عبارة عن ركعتان،
يجهر فيهما الإمام بالقراءة، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية. يبقى هنا يصلي الإمام ركعتان، بيجهر الإمام بالقراءة، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، والثانية يقرأ سورة الغاشية، أو في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة المنافقون. طيب، هنا نبدأ في هذا الجزء الذي يتحدث عن فوائد اجتماع المسلمين لأداء العبادات. الله سبحانه وتعالى: يا أبناء الطلاب، شرع لنا وشرع لعباده بعض العبادات الجماعية. وهذا الأمر له عدة فوائد. من هذه الفوائد أولا تقوية أواصر المحبة والألفة بين الناس أو بين المسلمين. ثانيا النصح والإرشاد والموعظة. ثالثا تعليم الجاهل وزيادة تفقه المسلمين في دينهم. ننتقل إلى الجزء الأخير عن هذا الدرس، وهو التقويم. التقويم يقول: علل. خير يوم طلعت عليه الشمس ويوم الجمعة. لماذا؟ أو علل. وذلك لأنه خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، والساعة يا أبنائي لا تقوم إلا في يوم الجمعة. صحح الخطأ. يقول: أولا، تجب صلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل. كل مسلم بالغ عاقل. إن السؤال يقول صحح الخطأ في كل جملة من هذه الجمل. هي فعلا تجب صلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل، وطبعا ان هو يكون ايه، يكون ذكر. ثانيا، اقل الجماعة للجمعة الامام وثلاثة. طبعا ده خاطئ، كما قلنا من قبل انه الامام واثنان خلفه. ثالثا، يشترط لصحة صلاة الجمعة الاغتسال. لا طبعا، الاغتسال هذا في الجمعة وفي سنة الجمعة ومن السنن الأمور المستحبة. ثالثا يقول: أكمل الفراغ فيما يأتي. صلاة الجمعة فراغ يجهر فيهما الإمام بالقراءة. يبقى نقول هي ركعتان يجهر فيهما الإمام بالقراءة. السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى طبعا، والركعة الثانية بيقرأ سورة الغاشية. إلى هنا يا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.